مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراة الفيصل الأردني ضد السد القطري في جولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكن قبل مشاهدة المباراة لا تنسوا دعمنا بك وشترا بقناة في هذه لكم ملعب المصطفى للمباراة ملعب أمان أنترناسيونال ستيديوم توقيت المباراة سوف يكون في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الأردن والساعة 9 ليلا بتوقيت قطر والسعودية والإمارات والساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب أما القنوات النقل المباراة قناة اس اس اكس رواحيد الناقل الحصري للمباراة تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعمنا بكل بالقناة وتفعيل خاصة الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل مباريات القوية والمقبرة ونضربكم لكم مواعيد في موعد قادم